دايره سياحيه وخصوصا اتاري فهمتي. منطقه مزيونه وكتعجبنا والغابات اللي فيها والجو مزيون. قديم الزمان وانا كنعرف شقه ان البحر ديالو سيقول لك مزيان من ناحيه العاون، ولكن الموقع ديالو موقع استراتيجي وموقع كامل. كنمشي لاش فهمت، نمشي غا بلاي اللي قريبه بعيده بزاف 14 كيلومتر نو جامي اصاحبي، واحد اطلسي نو اصاحبي، سي ان دونجي خطر فهمت. اشقى فهمت مدينه مزيونه بالنسبه لطنجه، واللي التوريست كاملين اللي كيجيو لطنجه كتعجبهم اشقى. منطقه اشقى هي منطقه سياحيه كيجيو لها الزوار عبر من العالم من ناحيه ديال اوروبا ديال المغاربه، وفيها مآثر تاريخيه مهمه. ومهم في هذه المنطقه الاشقر هي الكهف ديال هرقل. المنطقه زوينه كيمشي لها اي واحد. المنطقه ديال الاشقر هي بوابه طنجه، يعني السياح هذيك هي المكان اللي كيرتاحوا فيه، المكان اللي كيعطي منظر جميل لمدينه طنجه. كذلك كنهبطوا ليلو وندسوا فيه ونصوروا فيه بالجلالك ديال النوشي، وفي الصيفيه ديما عامره واشقى زوينه بزاف. اللي بغى ياخذ راحته كنا كنعرفوا يمشي لاشقى، يعني واحد المنظر جميل خصوصا في غروب الشمس. يعني ديك المنطقه كامله يعني منطقه سياحيه بامتياز الاولى في طنجه. كاب سبار ديال كابولو يعني فيها واحد الغار، مغاره فيها بزاف ديال المآثر، كيمشيو لها الناس كيجيو من كل منطقه. هي ما بين البحرين، بين الابيض المتوسط وجات ما بينه وبين يعني بين البحرين. لا المحيط الاطلسي. اشقى جات في المحيط الاطلسي ماشي في بوم، ما كتعتبرش بحر متوسط فاهم. جات هايدا متاكد الله، جات فوق اقل فوق الميرات ما شاء الله. لا هو داخل في المحيط الاطلسي الحقيقه. المحيط الاطلسي. المحيط الاطلسي تقريبا جات في كاب سبارتي، يعني كتحد بيناتهم بين باش تستقبل بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاطلسي. البحر الابيض المتوسط.